من التضامن عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى التضامن العلني في المؤسسات والشوارع، المحافظات العراقية المنكوبة شمال وغربي العراق تأبى إلا أن تساند أخواتها في وسط وجنوبي البلاد في ثورتها ضد أحزاب العملية السياسية الفاسدة. وقفات تضامنية ومسيرات نظمها آلاف الطلبة في الأنبار والفلوجة والموصل وتكريت وسامراء دعما لمتظاهري ثورة تشرين لإسقاط العملية السياسية. اللون الأسود خضب بياض قمصان طلبة المحافظات المنكوبة حدادا على شهداء ثورة تشرين، لا سيما شهداء محافظتي ذي قار والنجف الذين قضوا برصاص ميليشيات الأحزاب، بينما اصطف المئات من الطلاب لأداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء. الله أكبر. ورغم التضييق الأمني وحملة الاعتقالات التي طالت أبناء المحافظات المنكوبة المتضامنين مع أخوتهم في ساحات التظاهرات، إلا أن تلك الممارسات لم تكبح جماح الغاضبين على قتل وقمع أخوتهم في وسط وجنوبي العراق، فالغضب الشعبي تجاه سلطات المنطقة الخضراء في تصاعد مستمر. ليبدو مشهد السخط اليوم على الأحزاب الفاسدة أوضح من ذي قبل باكتمال صورة التضامن في معظم محافظات العراق. خلال الشهرين الماضيين شنت القوات الحكومية حملة اعتقالات ضد المدنيين المتضامنين مع ثوار تشرين الذين نشطوا على مواقع التواصل الاجتماعي وفقا لمنظمة Human Rights Watch. المنظمة كشفت بأن السلطات الحكومية في الأنبار تقمع حق السكان المحليين في إظهار دعمهم للتظاهرات العارمة وسط وجنوبي البلاد، حيث اعتقلت شخصين لمجرد نشرهما رسائل تضامنية على صفحات موقع فيسبوك، واستجوبت شخصا ثالثا. ومن بين المعتقلين الناشط سمير الفرج في الرمادي والصحفي خالد الجميلي في قضاء القرمة بسبب تأييدهم للتظاهرات. فمجرد الكلام عن تظاهرات تشرين في تلك المدن بات ممنوعا بل مقموعا. هيومن رايتس أكدت أيضا أن سكان المحافظات المنكوبة لا يعتزمون تنظيم تظاهرات في مدنهم خشية قمع السلطات لهم واتهامهم مرة أخرى بالانتماء لتنظيم داعش. وبدلا من ذلك يتوجه شباب المحافظات المنكوبة إلى ساحة التحرير رمز ثورة تشرين في بغداد ليساندوا إخوتهم، فهم جزء لا يتجزأ من ثورة شعبية عارمة أسقطت الطائفية ورموزها وأعادت إحياء الهوية الوطنية العراقية. النورين أبطال، النورين، النورين بغداد، أنا بيكم، أنا بيكم، سنة وشيعة.